زي ما تعودنا نبدأ الحلقة بالأخبار، والخبر الأول معانا عن معرض القاهرة الدولي للكتاب اللي منتظرينه خلال أيام إن شاء الله. ولو تفتكروا الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة كانت أعلنت في فبراير من العام الماضي اختيار دولة النرويج ضيفة شرف على معرض الكتاب في نسخته 55 اللي هتنعقد إن شاء الله السنة دي 2024. العاشرة هتنفرد بعد قليل بعرض تفاصيل مشاركة النرويج في المعرض هذا العام. لكن قبل ما نعرض عليكم هذا التقرير، عايز أديكم لمحة عن الأدب النرويجي اللي رغم أهميته لكن العالم العربي لم ينفتح عليه إلا في 20 سنة اللي فاتت بفضل جهود بعض المترجمين، واللي من خلالهم عرفنا أسماء بعض المشاهير في النرويج زي المسرحي العظيم هنريك إبسن اللي عاش في القرن 19 وكتب حوالي 26 مسرحية اتسمت بالجرأة والتمرد على كل القوالب. مؤخرا اتجهت الأنظار للنرويج بعد فوز الشاعر والمسرحي والروائي يون فوسا بنوبل السنة اللي فاتت، والحسن الحظ ان ده تزامن مع دعوة مصر رسميا للنرويج للمشاركة كضيف شرف في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024، ويبدو انها هتكون مشاركة مميزة للغاية، وهو ما نتعرف عليه من خلال التقرير التالي. تستعد القاهرة خلال الفترة القادمة لاستقبال الحدث الثقافي الأبرز في الوطن العربي، وهو معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته 55. الدورة القادمة ستشهد مشاركة أولى لإحدى الدول الإسكندنافية كضيف شرف للمعرض، وهي دولة النرويج. ظلت الثقافة النرويجية بعيدة تماما عن الثقافة العربية، إلا أن حراكا قد حدث منذ سنوات ساهم في ترجمة الكثير من الأعمال الإبداعية النرويجية. النرويج سيكون شعارها في المعرض هو الحلم الذي نحمله، وهو شعار مستوحى من قصيدة هذا هو الحلم للشاعر النرويجي أولاف إتش هاوجه. تأثرت أوروبا بشكل واضح بالأدب النرويجي عبر إسهاماته خلال العصور المختلفة، حيث تميزت الكتابات بالبساطة وعدم التعقيد والاهتمام بالمجتمع المحلي. حصد 5 كتاب من النرويج جائزة نوبل في الأدب، وهم بيور نيستيرنا، بيور نيسون، وكونت هامسون، وسيغريد أوندست، وهنريك إبسن، والذي يعد الكاتب الأكثر شهرة في الأدب النرويجي. شعر يون فوسا. وأخيرا يون فوسا في نسختها الأخيرة من عام 2023. لذلك فنحن ننتظر دورة جديدة من معرض القاهرة الدولي للكتاب نقترب خلالها من ثقافة بعيدة.